السلام عليكم، انا الشيف شكري وهعمل معاكم النهارده ستريبس الفراخ. جميل جدا وطعمه جميل وهينفع معاكي في رمضان. ما انتش عارفه ظروفك ايه في رمضان، اعملي وحطيه في الفريزر، احتجتيه احتجتيه، ما احتجتهوش هو موجود مش هيجرى حاجه. وعلى بركه اللي نبتدي الشغل، عندي عصير بصلتين كبار، وعندي معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره شطه، ومعلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه ملح، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة كمون، ومعلقة توم مفروم، وورقتين لورو، ومعلقة صغيرة جنزبيل. طبعا معلقة الصغيرة بتاعت الشطة ديت عايز تخليها نص براحتك، بس هو بيبقى حراق. هنحط البهارات بتاعتنا ديت كلها على بعضها مع مية البصل، بصلتين كبار ضاربهم وعصرهم، مية بس مفيش أي تفل فيهم. وكده احنا بنعمل المارينات بتاعت الفراخ اهو. هنقلب الخليط ده كله ببعضه، الموضوع بسيط وسهل ومش هياخد منك حاجه. وحطيهم في الفريزر، احتجتيهم في رمضان اكيد هتحتاجي لهم، لان ما انتش عارفه ايه اللي بيحصل في رمضان. اهو قلبناهم كويس مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين كده. دي المارينات زي ما قلت اللي هنحط فيها الفراخ، دي اللي هنطعم بيها الفراخ، ودي مهمة جدا، أهم من الفراخ نفسها. وهنركنها في جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. عندي الفراخ بتاعتي اهيت، ادي صدر الفرخة قدامي اهوت، زي ما انتم شايفين شايل الفيليه بتاعه اهوت، وهبدأ ان انا اقطعه. هقطع الصدر على 6 صوابع اهو، شوفي على 6 صوابع اهو، على 6 صوابع زي ما قلت اهو. سكينتك حامية اهو، 6 صوابع، ادي 3 4 والاتنين اللي تحت ايدي 5 و6 اهو. عايزه يبقى رقيق وتخين، ان هو ما ياخدش وقت في الزيت ويبقى مقرمش، لان هو بيبقى مقرمش وحراق. قطعنا الصدر الاولاني اهوت زي ما وريتكم، على طرف الصدر بقى ده، ما انا ما ببطش، انا بس بظهر السكينه كده بفرده، اخليه مش عايزه يبقى مكلكع في الزيت كده، يبقى ايه مفرود. خدوا بالك من الحاجات الصغيره دي بتفرق في السوى. بس بفرده بس كده بالايه بالسكينه كده، لو في حاجه زياده بشيلها. كل الزيادات اللي هتطلع دي فراخ مش هتترمي، ده هتتعمل بيها شاورما، يتعمل بيها حشو، لأي حاجة أنت عايزها أهوت. كده احنا جهزنا صدر الفرخة خلاص، والطرف زي ما قلت بفرده بس بظهر السكينة كده، خبطتين بظهر السكينة مش هيحصل أي حاجة فيها أهو. ادي الفراخ جهزناها، طبعا بقية الفراخ هتتعمل زيها. وادي المارينات اللي احنا عملناها، احط فيها الفراخ بتاعتي او زي ما انتم شايفين، تدي لها طعم جميل اهوت. وسيبي بقى قبل ما نكمل بقية الفراخ اهو، زي ما اتعودنا نقطع اهوت. خلصنا الفراخ كلها اهوت وحطيناها في المارينات، هتقلبيها في بعض كويس، ويا ريت تبقي لابسه جوانت، ما تقلبيش بايدك، لان ميه البصل مع البهارات مع الكلام ده، الناس اللي جلدها حساس مش هتستحمل الخلطه دي. اهي قلبها ببعضها كويس اهوت عشان تشرب كلها من الخلطه ديت، وتسيبيها بقى في التلاجه ساعه ساعتين ثلاثه، كل ما تسيبيها بيبقى احسن. هنعمل الخلطة بقى التانية بتاعت الفراخ اهوت. عند كوباية مية، عند معلقة صغيرة مرقة خضار، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكوباية دقيق وبيضة، يعني كوباية مية وكوباية دقيق وبيضة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة مرقة خضار. مش موجودة عندك خلاص، مش هي دي اللي هتبوظ الدنيا، انا بطعم بس الموضوع اهوت. حطينا كوباية المية على البيضة، قلبناهم كويس،
وعليهم كوباية الدقيق، نفس الكوباية اللي هتعيري بيها المية عايري بيها الدقيق، وعليهم المعلقة الصغيرة الكنور، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وشوية الملح، ونقلب في بعضه كويس لحد ما يبقى سايل ناعم خالص. خدي بالك من الموضوع ده، عايزه سايل ناعم خالص، وده بينتج من ايه؟ من التقليب الكويس فيه، دوبي فيه، ما تخليش فيه اي تخريزة خالص فيه اهو، وهو على طول هي يعني بالمضرب هيمشي معاك هو او المعلقة اهو. تمام، ادي الفراخ بتاعتنا جاهزة، وادي الخليط بتاعنا جاهز بتاع البيض. عندي طبقين دقيق، طبق فيه معلقة شطة ومعلقة بابريكا، ده الأخراني اللي هفنش بيه حتة الفراخ، والطبق الأولاني دي عادي خالص أهو. هاخد حتة الفراخ على الدقيق الأولاني اهوت، طب ما نخليهم دقيق، الدقيق كله طبق واحد، ماله خليه دقيق طبق واحد بس كده، بيسهل عليكي وما بيخليش الدقيق يعجن معاكي، لان وهو طالع من المارينات لسه بيبقى فيه ميه كتير ممكن يعجن معاكي. الطريقه دي احسن، وجربيها وهتشوفي. نزلتها في الدقيق العادي خالص اهوت، شويه دقيق عاديين، قلبت فيهم حته الفراخ. الحاجات دي بالذات وانت بتشتغليها خلي شغلك دايما على نظافه عشان الدنيا ما تعجنش منك وتبوظ الدنيا معاكي. شايف اني بستعمل الشوكة اهوت، هتاخد دقيقتين تلاتة وقت زيادة يعني في العمايل، الموضوع مش مستاهل يعني، بس خليكي في النظافة كده وفي ايه عشان ما تضايقيش نفسك وانت بتشتغلي اهو. حطيتها في الخليط بتاع الدقيق والبيض اهوت، وهطلعها على الدقيق اللي هو فيه الشطة والبابريكا اهو. يبقى طلعناها من المارينات بتاعتها على الدقيق، قلبناها في الدقيق العادي، وحطيناها في البيض والدقيق تاني اللي هو الخليط اللي احنا عاملينه، وطلعناها منه على الدقيق اللي احنا مبهرينه اهو. وبايدك كده بتظبط الكلام اهوت لحد ما تحس ان هي ناشفه في ايدك. المره الاخرانيه دي لازم تحس ان هي ناشفه في ايدك اهو، يعني خدت دقيقها بزياده اهو. نفضتها وهرص في الصينيه قدامي اهوت، وادي الحته التانيه زي ما انتم شايفين، الموضوع بسيط خالص اهوت. صفيها من الميه بتاعتها، وعليها الدقيق على طول، وهتك عليها بالراحه كده لحد ما ايه تمسك في بعضها. طبعا بتخلص الفراخ دي كلها، كل رق تخلص بترص جنب بعضه، وكل رق تحط بينه وبينه كيس مطبخ بتفتحيه وتحطيه، زي ما انا هعمل كده زي ما انت هتشوفي اهو. اهوت خدت كفايتها من الدقيق خلاص، بطلعها واحطها جنب اختها على الصينيه. خلصت انا خلاص اهوت، اهو عامله رقات وحاطط ما بينه اكياس، وعندي طبق فوم اهوت متبطن بكيس، وهبدا ان انا ارصه في طبق الفوم اهو، رصه معتدله كده مظبوط عشان يبقى بحجمه اهو، مفرود ما ترميش في الطبق، رص مفرود اهوت عشان لما تيجي تحمري تلاقي الحته كده ايه لها هيئه كده، مش ضايعه في ايدك تمام كده اهوت. زي ما انتم شايفين انا حاطط كيس ما بين كل رق انا عملته اهوت، وابدا ان انا ارص الاستريبس اللي عندي في الطبق. خلصت الرق، وادي كيس تاني اهوت عليه، وهبدا اكمل الطبق ده اللي هيخش الفريزر تخزنيه تطلعي منه وقت ما تحبي اهوت. الطبق ده خلص خلاص اهوت، زي ما انتم شايفينه رقات بينهم كيس، وعلى الفريزر على طول وقت ما عاوزه هطلع منه في اي وقت. ودول هنحمرهم نشوف شكلهم ايه وعاملين ايه معانا اهو. طبعا الزيت على النار سخن، الحته دي معلش ما اتصورتش، الزيت على النار سخن، نزلت فيه بالفراخ عادي خالص وهو زي ما انتم شايفين. اول ما بتنزل ما تقلبيش فيها كتير خالص، سيبيها لحد ما تنشف، وبعدين يبقى قلبي فيها، لان وهي طريه اي تقليب فيها بتشيل الطبقه اللي انت عاملاها عليه.
وبتقلبي لحد ما تحمر، اهو زي ما انتم شايفين بدأت تحمر اهيت. قلبي بقى براحتك، مش هيحصل اي حاجة. نفشة ومقرمشة وجميلة جدا وطعمها جميل جدا. بتحبوها مشطشطة قوي، كتري الشطة، بتحب يعني اتحكمي انت في مقدار الشطة اهي. وصلت للون الجميل بتاعنا اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي ده اللي هو المقرمش. ما تنشفيش قوي لان هي ممكن تعور لسه في الاكل، لان ده دقيق، فخليكي كده في اللون الحلو اللي هو بيقرمش بس. اهو زي ما احنا شايفين كده، طلعتهم من الزيت على ورقة مناديل مطبخ او اي ورقة عندك اهوت، وهنسيبهم يبردوا وهنشوف شكلهم ايه ان شاء الله. سيبناهم هدوا شوية، رصتهم في الطبق، وانا اتعمدت ارصهم واقفين كده يعني، بحيث انك تعرفي ان هي ناشفة وصلبة نفسها، القطعة واقفة صلبة نفسها، يعني معناها مقرمشة، يعني معناها ناشفة، يعني معناها مستوية من جوه كمان مش طرية. اهي قطعة شكلها جميل جدا وطعمها جميل، وتتاكل مع اي حاجة، شوية مكرونة، شوية بطاطس محمرة وسلطة، بيتعملوا سندوتش، لها 100 شغلانة معاكي في رمضان ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.